لو الحكاية فيها إن فيتو. إيه رأي حضرتك في القصص القصيرة اللي ألقوها النهاردة الشباب في المهرجان؟ أنا بصراحة مبسوط بالتجربة ومبسوط بشكل خاص إن زحر الموكي نجحت إنها تعمل الورشة دي، لأن ده مفروض مجهود تقوم بيه وزارة ثقافة أو هيئات ثقافية. كون إن تبقى مؤسسة خاصة تستطيع إنها تنجز هذا العمل، أنا شايفه بداية رائعة، خاصة إن في طاقات جديدة، النوع النص اللي بيتقدم، طريقة الحكي اللي بيقدموها النهارده، هنشوف مجموعة من المواهب الجديدة. كنت أتمنى إن يشارك الحضور نوعيات مختلفة، مثلا ممثلين، مؤلفين، مخرجين، أكيد كانوا هيطلعوا بحاجة. حضرتك شايف ان احنا ممكن نشجع الشباب تاني زي ان هم يبقوا يعرفوا يكتبوا اكتر او يدخلوا في المجال الثقافي عموما؟ لو انتشرت الورش دي ولو وزير الثقافة اهتم بده، بس انا شايف ان وزير الثقافة دماغه رايحة حتة تانية.